جميل، وأشكر الأخ جلال على التعقيب، وإن كان هذا التعقيب لا يختلف عن التعقيبات التي أعرفها عندنا في سلفية المملكة، يلف ويدور ويطول في موضوع ليس موضوع النقاش. يعني مثلا الأخ جلال وفقه الله تكلم عن مسألة أن ابن تيمية لا يكفر من جهر بالنية، وكرر هذا ليس هذا موضوع النزاع يا أخ جلال. موضع النزاع أنه يرى قتل من يجهر بالنية في الصلاة، والذي يجهر بالنية وهذا الجزء الثاني لابد أن يراه مشروعا بالتأكيد، لابد أن يراه، وهذا سيأتي التركيز عليه، سيأتي يعني مناقشة أنه إنما أرى أن يقتل من جهر بالنية ويرى ذلك مشروعا من دين الله. يا سلام، ما في فعل يفعله يا أخي جلال، ما في فعل يفعله الحنابلة ويخطئون فيه، يعني ما في أمر يتعبدون به في الصلاة أو في الصوم إلا ويرون أنه مشروعا، وليس أمر يراه الزيدية والإمامية والإباضية إلا وهم يرونه مشروعا، وليس هناك أمر يفعله الأحناف وأخطأوا فيه، يعني زعموا أنه من دين الله وليس من دين الله إلا وهم يرونه مشروعا، وليس أمر يراه ابن تيمية من الدين وليس من الدين إلا وهو يراه مشروعا، فهل يقتل؟ هل يقتلون؟ يعني السؤال الثاني الذي ينبغي أن يسأل عليه عنه ابن تيمية ومن يقلده، هل من رأى أمرا مشروعا ولم يكن مشروعا وأصر عليه يرى أنه مشروعا وأنه من دين الله، هل يقتل؟ على كذا يجب قتل جميع المذاهب بلا استثناء، لأنه ما من مذهب إلا ويخطأ في أمور ويراها مشروعة. تمام؟ طبعا كما قلت الرد كله تقريبا إلا الجزئية بسيطة مرسوسة أنه إنما يرى إذا كان مشروعا. القصة هي هل يرى ابن تيمية قتل من جهر بالنية أم لا؟ الذين يقرؤون جواب الأخ جلال ولا يعرفون الأساليب السلفية في المغالطة وفي الهروب وفي توسيع الأمور يظنون أن الخلاف بيني وبين الأخ جلال هو أن ابن تيمية يرى كفر من جهر بالنية في الصلاة، وهذا لم أقله أبدا، وأنا أعرف أن ابن تيمية لا يكفر بهذا ولم أقل هذا، قلت أنه يرى قتل من جهر بالنية في الصلاة. تمام؟ هو طبعا بالتأكيد يلزم من ذلك من جهر بالنية في الصلاة واستدل لها كالشافعية والزيدية يرون أنها مشروعة، فالزيادة هذه ما لها داعي، الزيادة التي ذكرها. والأخوة السلفية للأسف يعملون مثل هذا، يعني مثلا مرة أنكرت على ابن تيمية أنه يصحح حديث يرى أن الله على هيئة شاب أمرد جعد قطط في رجليه نعلان من جلد حمار غير مذكى، رد على آخر جملة قال فين كلمة حمار في لفظ ابن تيمية؟ طبعا هو موجود الحديث في مصادر أخرى كالسنة لعبد الله بن أحمد، ركز المالكي يكذب المالكي يكذب، ليش؟ في لفظة روى ابن تيمية الحديث بالمعنى، يعني لم يستكمله، وترك يعني هذا الذي رد لم ينكر مسألة أن الله على هيئة شاب أمرد جعد قطط، تمام، ركز على لفظة مثل جلال تماما، يركز على لفظة ويوسع المعنى الأول. وكذلك عندما مثلا ابن تيمية مثلا يقول أن من أن سمى الحسن أن لعن علي على المنابر فيه أجر لبني أمية، أنهم أخطأوا، أن معاوية أخطأ وله أجر واحد على لعن علي، ماذا يقولون؟ يقولون أين هذا؟ أين ذكر؟ طبعا أنا لما أذكره بالمعنى، ليش؟ قال ابن تيمية بأن السب ليس أبلغ من القتال، تمام؟ وما دام أن أهل الشام وقد قرر أن أهل الشام لهم أجر واحد وعلي له أجران، إذا هو واضح، إذا السب فيه أجر، ليس أبلغ يترتب على القتال ما هو أبلغ من السب، يقول تمام، قال قد فعلوا ما هو أبلغ من السب، وحتى سمى الحسن قال قد فعلوا ما هو أعظم من السم، فحكم سمى الحسن هو حكم القتال فيما بينهم، يعني ماذا؟ المصيب له أجران والمخطئ له أجر، بمعنى النتيجة يعني إيش؟ يعني أن معاوية معه أجر على سمى الحسن اجتهد فأخطأ، ومعه أجر على لعن علي اجتهد فأخطأ، هذه التقريرات السلفية. ولكن لما يأتي واحد يرد عليك لا ينكر على ابن تيمية هذا أن سمى الحسن هو من جنس القتال فيما بينهم، المجتهد له أجران، لا يريد أن يجدك قلت نفس اللفظة، تمام، هم هذا يفعلون، بمعنى يعني يطول ويروح ويرجع وكذا في موضوع غير
غير موضوع النقاش. مثل رد الأخ جلال هنا، وكنت طبعا يعني ولا زلت أحسن به الظن طبعا، لكن معظم رده على مسألة التكفير وما التكفير، وأورد كل تناقضات كل قوال ابن تيمية في الجهة الفنية وقررها والأئمة يرون، هذا موضوع ثاني تماما. كلامنا هل في فتاواه يرى قتل من جهر بالنية أم لا؟ السؤال الثاني، هل من جهر بالنية في الصلاة يراها مشروعة أم لا؟ يعني بالله عليكم، واحد يفعل أمر في الصلاة ويتعبد به ولا يراه مشروعا، هذا يعني فضل من القول. سيأتي طبعا نص ابن تيمية بعد قليل مع توثيقه، وكيف أن الأخ جلال ما ركز عليه، ركز على موضوع ثاني ليس موضوع خلافا ليس موضوع خلافنا ولم أتحدث عنه أصلا، وهذا كما قلت هو أسلوب السلفيين للأسف. فاحذروا، إلزموا السلفيين، إلزموهم بموطن الخلاف نفسه، يتوهونكم، يوردون لكم مجلدات من ابن تيمية حتى تقرؤون، هي حيلة حتى تقرؤوا ابن تيمية ووسعة علمه وما شاء الله. وابن تيمية عبارته للذيذة وفيها جهل كبير، لذيذة يستعرضوا كذا وإن رأوا كذا يعني فهذه الحيلة لا نريد أن نركز عليها، نريد أن نركز على المعلومة. التسجيل الثاني سيكون فيه نص ابن تيمية تماما. طبعا الجزء الثاني هو سؤال عن الجهر بالنية. طبعا السؤال ما أريد أن أفتح الآن مسألة الأسئلة وأنها من ابن تيمية نفسه، يعني على الأقل كثير من أسئلة الفتاوى. في الفتاوى الجزء الثاني والعشرين صفحة 236 حسب المكتبة الشاملة عندي، قد تختلف ترقيم المكتبة الشاملة من كمبيوتر لآخر أو من مكتبة إلكترونية لأخرى. يقول ابن تيمية الحمد لله: الجهر بالنية ليس مشروعا عند أحد من علماء المسلمين، أنا ما كلامي في هذا سيأتي، ولا فعله رسول الله أيضا ليس كلامي في هذا، ولا فعله أحد من خلفائه وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، هذا كلام يعني يبقى ليس موضوعنا، ما مشكلة. ومن ادعى أن ذلك دين الله وأنه واجب، طبعا الشافعية والزيدية وكذا يرونها من دين الله بغض النظر، يرونها واجب ويرونها مستحب. يقول نعم، ومن ادعى أن ذلك دين الله وأنه واجب فإنه يجب تعريفه الشريعة واستتابته. طيب السؤال هنا، اختلافات المذاهب، أليس كل مذهب عنده أشياء مشروعة وعند الثاني ما هي مشروعة؟ من الذي له وكالة أن يستتيب الآخرين على مذهبه؟ نكمل. يقول فإنه يجب تعريفها الشريعة واستتابته من هذا القول، فإن أصر على ذلك قتل. هذا الموضع الذي أنا أريد من الأخ جلال أن يجيب عليه، هو كالتالي يعني، ولذلك بعد أن طول الأخ جلال في الإجابة قد ميع حرارة الفتوى هنا، أنه كذا وأنه أبد قال يعلم وقال كذا وأن هذا ليس لم يثبت فيه حديث، وأن هذا كله كل مذهب يقول لم يثبت حديث في أمور المذاهب الأخرى التي خالف فيها المذهب الآخر، الإرسال والتأمين والمعروف، الإرسال عند المالكية مثلا يرونه مشروعا. يأتي ابن تيمية ولا الأخ جلال للمالكية ويبين لهم الشريعة وأن الضم هو كذا وقد جاء في حديث أبي هريرة، هذا كلام ما يؤمن به المالكية يا حبيبي. أنت تبين لهم الشريعة ماذا؟ في أمر عظيم، حرمة الزنا، حرمة الظلم، وجوب الصلاة، في أمر عظيم وليس في أمر خلافي، وتقول والله ما آمنوا بالشريعة يقتلون، إيش هذا الكلام؟ هذه الطريقة للأسف يعني ليعذرني الأخ جلال، هي أساليب السلفية في تمرير السلفية، يجدون أناس عوام ما يعني ما عندهم وقت حتى يبحثون ويعرفون مواطن يعني إذا سادت داعش في اليمن ستظهر هذه الفتوى، يستتاب ولا قتل، ما بيظهر تلك الفتاوى أنه يعزر أو كذا وينصح، لأنه متناقض. ابن تيمية فتواه متناقض، رأيتم ما أورده الأخ جلال، كل فتوى تناقض الأخرى، وبعضها فيها تعزير، بعضها فيها نصيحة، بعضها لا، المهم القتل هنا، المهم الدماء هنا. فلذلك نعم، فإنه يجب تعريفه الشريعة، عندما يقول ابن تيمية فإنه يجب تعريف الشريعة يقصد تعريفها المذهب. الجميع عنده شريعة يا حبيبي، أنت تعرفه ماذا؟ تعرفه مذهبك أنت،
تقول أن النبي لم يكن يجهر بالنية، ثم يأتي مرة ثانية تجي عند آخرين يجهرون بالبسملة، تقول ما ثبت عن النبي، يلا علمها الشريعة واقتله، اقتل الإمامية والزيدية والإباضية والشافعية، علمتهم الشريعة، أنت تعلمهم الشريعة ما شاء الله، هم عندهم شريعة مثلك، هم لا يقرون بأحاديثك التي تصححها في هذه الجزئية، عندهم أحاديث ثانية يصححونها في 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 مسألة الجهر. يعني ما الخطيب البغدادي له كتاب في الجهر بالنية، نية أقصد الجهر بالبسملة وكذا، بس هي نفس العلة، علتهم هنا هو قال فإنه يجب تعريفه الشريعة واستتابته من هذا القول، فإن أصر على ذلك قتل. السلام عليكم وعليكم السلام. بالله عليكم، هل فيه مذهب أي مثلا يرسل يسدل يديه كالمالكية والزيدية والإمامية والإباضية، يسددون اليدين؟ طيب أسألكم بالله، ألا يرون أن ذلك من الدين وأنه أولى من الضم؟ بلى. طيب لو يجيهم الأخ جلال وصار خليفة المسلمين ويقول أيها الشافعي أيها المالكية والإباضية والزيدية والإمامية، سأعلمكم الشريعة بأنه صح من حديث نعيم المجمر عن أبي هريرة وضع على الصدر الضم، وقد علمتكم الشريعة، توبوا إلى الله وإلا سأقتلكم، هل هذا كلام؟ وكذلك يعني كل اختلافات بين المذاهب ما أكثرها في الفرعيات في دقائق المسائل ما فيها استتابة وقتل يا حبيبنا. الاستتابة والقتل، مع أن كلمة الاستتابة سيأتي الكلام أنها بدعة أصلا، كلمة ليس في الدين استتابة، هذا موضوع ثاني، إنما فيه عرض توبة، في فرق بين عرض التوبة والاستتابة. حتى الكفر، أنا عندي المرتد ما يستتاب، تعرض عليها التوبة، الله في القرآن يعرض التوبة، حتى الذي قال ليخرجن الأعز من الأذل عرض عليها التوبة ولم يستتبه، لم يجبره على التوبة، وحتى الذين استهزأوا بالله وآياته لم يجبرهم على التوبة. وهذا موضوع ثاني طبعا. الجزء الأخير من هذه المسألة، أرجو من الأخ جلال أن يعذرني إذا اشتددت في الحكم أو إذا شديت في القول أو احتديت فيه، لأنني وجدت نفس المغالطات للأسف طبعا، وهو ما قصر، قد سخر مني الباحث بين قوسين والمنصف بين قوسين وكذا ماشي، أنا صادق فيما قلت. ابن تيمية يرى قتل من جهر بالنية في الصلاة، تقول في مواضع أخرى ما ذكر ما يهمني، تقول أنه ما كفر للقاتل ما يهمني، وهذا أبلغ، أنه يقتل على 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 أمر مذهبي، تقول أنه له 100 فتوى ما يرى فيها القتل وأنما يرى التعزير وإنما هذه فقط رأى القتل، ما يهم. أنا قلت هذه ستظهر إذا ظهرت داعش، إذا ظهرت داعش وأمثالها تظهر فتاوى ابن تيمية، هو يعطي طبقات من الخطاب. على أي حال هدفي أنا أنه لا نغالط، ممكن أن لو قال الأخ جلال إنما ابن تيمية ذكر هذه في فتوى واحدة، ولكن في مواقع أخرى ذكر التعزير وذكر عدم التكفير. أما أن يأتي هنا الأخ جلال ويقول إنما ذكر في حق من يرى شرعية ذلك، يا سلام، هذه يا حبيبي مغالطة يا حبيبي، لأن كما قلت لك الاختلافات بين المذاهب بين مذاهب المسلمين، ذكرت لك مثال بالجهر بالنية بالبسملة والإسدال في الصلاة، الإسدال سد اليدين، هؤلاء يرون مشروع، هذا يرون مشروع، لماذا تفوض أنت نفسك حاكما على المسلمين تبين لهم الشريعة؟ ما هذا الكلام؟